النهاردة جميلة جداً. قالوها الرسل لرئيس الكهنة وأعوانه: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ياه، هو كده؟ من الآخر، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بعد ما الكرازة انتشرت والتلاميذ ابتدوا يبشروا في كل مكان، جم رئيس الكهنة وأعوانه قبضوا عليهم، وبعد ما قبضوا عليهم جه ملاك ربنا في نص الليل خرج الرسل. وبعد ما خرجهم الملاك قال لهم آية جميلة: اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. الملاك بيقول لهم: ربنا بيقول لكم ارجعوا وبشروا واخدموا وكلموا الناس بكلام الحياة، الحياة الأبدية. ودي وصية لكل إنسان فينا، ربنا بيقول لك روح كلم الناس بالحياة الأبدية. ما يجي تاني يوم الصبح لما رؤساء الكهنة ما يلاقوهمش يبعتوا يجيبوهم ويقولوا لهم تحذير، يقولوا لهم إيه؟ ما أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ إحنا قلنا لكم ما تفتحوش بقكم وتتكلموا عن يسوع تاني. وكتير الناس يقول لك وانت بتشتغل ما تجيبش سيره يسوع، وانت بتشتغل ما تجيبش سيره ربنا، وانت مالكش دعوه بربنا، خليك في حالك. لا، احنا دورنا ان احنا نكرز بربنا، نكرز بافعالنا. لو مش هتتكلم افعالك تدل انك مسيح. كان في بدايه المسيحيه في القرون الاولى لما كان واحد وثني يقعد مع اصحابه ولا يشتم ولا يحلف ولا يقول كلمه وحشه، يقولوا خير، هو ايه اللي حصلك؟ هو انت قعدت مع واحد مسيحي النهارده ولا ايه؟ ايوه، كانوا المسيحيين مؤثرين من خلال كلامهم، من خلال افعالهم، من خلال ابتسامتهم، من خلال اطمئنانهم، من خلال الثقه في ربنا. اما اوصيناكم ان لا تعلموا بهذا الاسم، فيرد التلاميذ الرد الجميل يقولوا له: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. لازم نسمع كلمه ربنا اهم من اي كلام تاني. نحط جنب الايه دي ايه امنا العذراء، الوعظه الوحيده لقيتها العذراء مريم: مهما قال لكم فافعلوه، مهما قال لكم فافعلوه. طب انا عايزه اعرف اطيع ربنا ازاي؟ اقول لكم على تقسيمه جميله للوصيه. في وصايا ملموسه نقدر نقيسها، وفي وصايا روحيه قلبيه داخليه. الوصايا الملموسه دي عامله زي الروشته نقدر نلمسها. عارفين هي ايه؟ صلاه. يا ترى انا بطيع وصيه الصلاه؟ صلوا كل حين ولا تملوا. يا ترى انا حياتي فيها صلاه؟ يا ترى الاجبيه اخبارها ايه في حياتي؟ بفتح اجبيتي وصلوات السواعي الصبح وبالليل وبتكلم مع ربنا وبحكي مع ربنا ولا لا؟ يا ترى بحضر قداس واتكلم مع ربنا ولا لا في القداس؟ الصلاه دي حاجه ملموسه، نصلي الصبح وبالليل، نصلي قداس كل اسبوع، نصلي مش نحضر الصلاه، الصلاه دي حاجه ممكن نلمسها. طب وايه تاني؟ الصوم. اوعى تقول لي انا فتره فطار دلوقتي ومفيش صوم. مش صوم الجسد بس، ولكن صوم الحواس، عينيا تكون نقيه. عهدا قطعت على عيني كيف اتطلع الى عذراء، مش هبص على حاجه وحشه. ودني اسدها عن سمع الشر، ولا كلام وحش ولا كلام شرير. لساني يطلع تسابيح وكلام حلوه. يبقى دي تاني حاجه وصيه ملموسه، صوم الحواس. الصدقه، هل بتعطي من مالي؟ هل بدي عشور؟ بل ادي اكتر من العشور، ومش عشور فلوس بس، عشور الصحه وعشور الوقت وعشور الامكانيات. ومش مجرد العشر ده، انا ادي اكتر واكتر. ده كان يقال زمان ان اليهودي التقي كان بيدي 33% من دخله لربنا. يا ترى احنا بندي قد ايه؟ جميل قوي الانسان اللي يقدر يدي ويسمع. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. في الوصايا الملموسه ادي لقينا الصلاه والصوم والصدقه. طب وايه اللي مش ملموس؟ ايه اللي هي محتاجه وصايا قلبيه؟ وصايا قلبيه بتيجي، ودي الاهم، لما انا بعيش هذه الوصايا الملموسه. ايه الوصايا الروحيه بقى؟ يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. يا ابني، طب انا هادي ربنا قلبي ازاي؟ حاجه مش ملموسه، ايه جميله قوي ووصيه جميله، بس انا مش قادر. اقول لك ببساطه، لما وقتك بتديه ربنا من خلال عشور وقتك، لما صلاة وبتكلم ربنا، لما تقعد تقرأ إنجيل كل يوم إصحاح واثنين وثلاثة وأكتر في الكتاب المقدس، يبقى كده أنت إديت قلبك ربنا ونفذت الوصية: يا ابني أعطني قلبك. لما رب المجد يقول لي لا تخف 366 مرة في الكتاب المقدس: لا تخف. طب أنا خايف. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا أعيش مع ربنا من خلال الوصايا الملموسة، صلاة وصدقة وصوم والكلام ده كله، فأما مش هخاف من أي حاجة أبداً. حاجة كمان: افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا. يجي واحد يقول لي ربنا بيقول لك وصية افرحوا في الرب كل حين، مش عارف أفرح.
إزاي أنفذ الوصية دي؟ أقول لك نفذها لما تعيش في الكتاب المقدس ومع كلمة ربنا وتقعد تقرأ في كلمة ربنا. أصله يا جماعة إحنا مش هنفرح غير مع يسوع، ده الفرح الحقيقي ودي المتعة الحقيقية ودي الأيام اللي في السماء اللي بنقضيها هنا على الأرض. حياتنا عاملة زي أرض لازم يطلع فيها زوان، والزوان ده هو أو أشواك لازم يطلع فيها شوك، الشوك ده هو هموم العالم. طب يا ترى أنت تسقي الشوك ولا تسقي كلمة ربنا؟ كل ما تسقي كلمة ربنا في حياتك وتعيش مع ربنا أكتر كل ما حياتك تؤتي بثمر وتبقى فرحان. واحد صاحي الصبح على الموبايل وعلى أخبار الدنيا وعلى الحروب وعلى غلاء والاقتصاد أكيد هينكد ومش هيبقى فرحان. واحد يصحى الصبح على كلمة ربنا وعلى ترنيمة وعلى أجبية يفرح بربنا. نكدك مش هيغير حاجة، بس فرحك بيسوع هو اللي يفرحك وتفرح مع ربنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نبتدي بالوصايا الملموسة وهنعيش الوصايا الروحية القلبية، الفرح وعدم الخوف، وندي قلبنا ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.